طبعا ما في شك انه البيئة الحالية في ظل ارتفاع اسعار الفائدة راح تضغط على اسواق المال بشكل عام من ناحية تقييم، من ناحية ايضا على الاداء في ظل انه راح ترفع تكاليف القروض هذه. طبعا الى قبل سنتين كنا في مستويات صفرية، اليوم وصلنا الى 4.75% الفيدرالي، واحنا الى حد ما مرتبطين بشكل كامل من ناحية عملات، من ناحية الرفعات هذه في السعودية. لا زال هناك الحقيقة توجهات لثلاث رفعات إضافية خلال السنة هذه، راح يصل معدلات الفائدة ل 5.5 متوقع السنة هذه. من المحتمل أنه ما يكون هناك أي تخفيض خلال السنة هذه حسب توقعات الأسواق مؤخرا. ما في شك أن هذا يثقل حقيقة على أداء الشركات في السوق السعودي تحديدا قطاع الاتصالات. يعني قبل فترة عملنا إحصائيات على تأثير ارتفاع تكاليف الفائدة، تقريبا حجم التأثير من الأرباح الصافية على السوق السعودي ككل راح يكون ما يقارب 6.5 إلى 7 مليار، راح يكون هذا من الأرباح الصافية كتأثير إضافي في تكاليف التمويل. بالنسبة لقطاع الاتصالات، يعني وصلت المديونيات مؤخرا إلى أو القروض إلى ما يقارب 26 مليار. إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفعات الحالية، أعتقد راح تضيف تكاليف تمويل إضافية بنحو 700 إلى 800 مليون ريال، وهذه ممكن تشكل 5% من الأرباح الصافية لقطاع الاتصالات. ولكن ما في شك أنه النمو المتوقع في القطاع راح يخفف من تأثير هذا التأثير تكاليف التمويل، وهي تختلف من شركة إلى أخرى الحقيقة. يعني حقيقة على عكس التوقعات السنوات الماضية، القطاع لا زال يحدث حقيقة نمو متسارع من ناحية إيرادات، من ناحية أرباح صافية. حجم النمو صراحة ملفت خلال السنوات الأخيرة. حجم الإيرادات في 2018 كان ما يقارب 72 مليار، اليوم وصلنا إلى 93 مليار. قطاع يعني كبير الحجم مثل هذا ويستمر بالنمو خلال السنوات هذه على نفس الوتيرة، حقيقة أمر ملفت. وهذا نابع من التداخل اللي حدث الآن ما بين قطاع التليكوم وتقنية المعلومات ورقمنة القطاعات وزيادة مشاركة قطاع الأعمال في إيرادات هذا القطاع. فبالتالي قطاع الأعمال السنة هذه قاد النمو في قطاع الاتصالات في سنة 2022. متوقع أنه هذا النمو راح يستمر السنوات المقبلة في ظل دخول تقنيات وزيادة الاستفادة من تقنيات إضافية مثل الـ 5G، أيضا قطاع الأعمال، قطاع الفنتك، زيادة استهلاك الديتا. كلها الحقيقة محفزات لزيادة النمو للسنوات المقبلة. أعتقد أنه يعني ممكن نصل إلى نمو ما لا يقل عن 5 إلى 6% في الأرباح الصافية في قطاع الاتصالات السنة المقبلة.